وسيحنا شوية شوكولاتة بتتجاب من عند محلات مستلزمات الحلواني، ودي أسهل حاجة في الدنيا يا جماعة، لأنه تسيح الشوكولاتة في البيت وتلوينها له ألوان خاصة، ما ينفعش استخدم ألوان الجل أو الألوان السائلة في تلوين الشوكولاتة البيضة، ليها ألوان مخصوصة، فده بيبقى مكلف والصراحة بيبقى متعب للناس اللي هي يعني إيه مش تخصصها الحلويات قوي، اللي هو أنا بخاطبهم أصلا. ففي في السوق دلوقتي، بص يا أستاذ طمان، في السوق دلوقتي يا جماعة برطمانات بتتباع عند مستلزمات الحلواني، محلات مستلزمات الحلواني، دول شوكولاتة، دي موف ودي خضرة غامقة ودي اللي هي اللايم أو الفسفارك شوية، وده الأورنج وده الفوشيا. ما بعملش أي حاجة خالص غير إني بشيل الغطا وبدخل الشوكولاتة 30 ثانية في المايكرويف، بتطلع شوكولاتة سايحة، مفيش أسهل من كده. هعمل إيه بقى؟ هجيب صاج عليه ورق زبدة، الشوكولاتة مش المفروض تكون سخنة قوي، والدونتس مش المفروض تكون سخنة قوي علشان ما يتسيلش معايا الشوكولاتة. هحط هنا الصاج عليه ورقة الزبدة، وهبتدي اخد واحدة واحدة من الدونتس دي اللي هي لسه سخنة شوية، صراحة المفروض تبقى ابرد من كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بس احنا عشان معلش ايه الوقت، بس برضو عايزة اوريكم الفكرة. واقوم واخدة كده الدونتس في كل لون شوكولاتة من دول، واقوم مغطساه مدياله التغليفة بتاعته بالشكل اللذيذ قوي اللي انتوا شايفينه ده، بامكانيات بسيطة جدا، يعني لا فيها مواد غريبة ولا أدوات غريبة ولا محتاجة حد يعني مخضرم في الحلويات ولا أي حاجة خالص. هجيب الجناش كمان عشان أعمل بالشوكولاتة لسه سخن. بصوا بقى ده اللي بقوله لكم، لما بيبقى سخن بيسيل الحاجة من عليه، هو عايز يبرد، بس أنا حابة أن أنا أوريكم اللي احنا عملناهم على الهوا يبقوا معاكم كده. إيه شفتوا برضو، يعني أنا بحب الناس تطمن صراحة إنها في البيت هتعرف تعمل حاجة. دول كبار شوية، هروح أسرق من هناك صغيرين، أصل البرطمان صغنن. طبعا ممكن نحطه في طبق أوسع ونستخدم الدونتس العادية الأكبر يعني، بس أنا مش عايزة بصراحة أنقلهم، لأني أنا برجع أشيلهم في نفس الإيه، في نفس البرطمانات دي، وبرجع أشيلهم صراحة عشان نبقى محافظين عليهم يعني، فالحقيقة مش عايزة أنقل. طيب أدي كده وأدي كده الجناش. شوفوا بقى آخر حاجة عايزة أقولها لكم قبل ما ننقل لحاجة تانية، إن دول أنا محتاجة بسرعة جدا أحط عليهم سبرينكلز. ليه؟ علشان لازم تكون الشوكولاتة لسه سايحة، لو جمدت. أهي عائشة بتقول لي آه، حفظوا برضو حفظوا برضو الولاد الحاجة. ما هو طب ما أنا هاخد الحاجة، ما أنا رايحة يعني أخد الحاجة معايا يا أخي، يعني هروح بإيدي فاضية أشتغل إزاي؟ يا إلا الله، مش معقول خلقهم ضيق قوي المصورين دول. اهو يا استاذ انا جيت. بص بقى يا استاذ طمان، الشوكولاته لو جمدت بردت مش هتقبل مني السبرينكلز ده، لو انتوا عايزين تحطوا سبرينكلز اصلا، لكن انا برضو بقول يعني فلازم تبقى الشوكولاته. طيب يا اميره بردت اعمل ايه؟ هاخد شويه بمعلقه وهحطهم عليها لو لقيت ان في منهم بردوا، وانا ما يهمنيش عادي، هاخد منهم شويه واحطهم عليها اهو. طيب في بقى من دول برضو، كل ده من مستلزمات الحلواني، الحاجات اللي هي ايه اللطيفه اللي هي عامله زي اللولي، فضي اهو مثلا كده لذيذ قوي يعني. وفي اللي هم الملونين دول برضو ظراف جدا اهو كده، اللي هم الفضي دول انا بحبهم قوي وبينفعوا قوي لما يبقى في مناسبه سعيده. يا رب دايما مناسباتكم كلها يا رب تبقى سعيده وتبقوا سعداء يا رب، بيبقوا لذاذ كده يعني. سبت لكم بس دونتس عشان تشوفوا هنحشيه ازاي. بجيب الدونتس بعد ما بارد خالص كده، وبجيب سكينه وبدخل هنا بالسكينه، وبعدين بجيب الكيس الحلواني اللي انا حاطه فيه المربى وحاطه فيه التب الصغير، بقوم مدخله التب هنا اهو كده بايدي الاول، واتاكد ان هو دخل جوه
الدونتس وبعدين اقوم حاشيه اهو، فاهمين قصدي ازاي؟ اهو لحد ما تتحشي خالص اوقف. اهو شوفوا حشوه المربى ازاي، وبعدين هقوم مدياها الشوكولاته السايحه هحطها هنا، ولازم يكون معايا ورق زبده، هحط على ورق الزبده وانزل بالشوكولاته السايحه. ده حجمه كبير فانا بحط لها الشوكولاته باستخدام معلقه، لانه الحجم الصغير بدخله جوه العلبه على طول. اهو عايزين بقى تحطوا سبرينكلز، عايزين تحطوا تشوكليت شيبس، عايزين تحطوا اللي انتوا عايزين تحطوه. نفس الكلام بنعمله في الحشوه بتاعه الكريم باتيسير او الكاسترد البيتي. باخد برضو الدونتس اهو كده، وباخد بالسكينه اوسع مكان جوه وحده الدونتس اللي عندي، وبعدين باخد الكيس الحلواني اللي احنا مالينه بالكريم باتيسير البارد، بدخل التب الاول اهي عشان اتاكد ان انا بحشي جوه الدونتس مش بره، وبعدين ببتدي امسك واحشي. يبقى الحشوه كده ايه جوه وحده الدونتس، هحطها برضو على الورق الزبده، وهبتدي انزل الشوكولاته. برضو هستخدم المعلقه عشان دول برضو كبار سنه عن اللي انا يعني حجم العلبه يعني اهو. وعايزه اوريكم ازاي عملنا الخطوط اللي عملناها على التانيين. باخد برضو بالمعلقه كده، وبعدين ببتدي انزل خطوط العكس بالعكس، الالوان اللي تليق مع بعضها.